هذه الشجره مش اغنى منها. اذا بتسرع بالشير بتعطيك انتاج، لا بدها مي ولا بدها شحي ولا بدها ركاش. والكيلو السنه من هذا حقهم 2000 ليره. هي الحقلب هي 2000 ليره جبنا الكيلو. شجره الخروب هي من الاشجار المعمره بمناطقنا، طبعا متاقلبه مع المناخ اللبناني من الساحل لحد ال 800 متر تقريبا. زرعت كجماليا على جناب الطرقات او بالغابات والمشاعات البلديه. شجره الخروب كلها فايده. الشجره بشكل عام طبعا مفيده للبيئه وللتنوع البيولوجي ومرعى للنحل، وخشبها طبعا مفيد ان كان لبعض الصناعات الخفيفه او للتدفئه. ميزتها البيئية هي مقاومة للحرائق، مش بسهولة تحترق، وإذا احترقت بترجع بتجدد حالها. ثمارة مفيدة للإنسان، مغذية للإنسان بعدة صناعات، ومغذية للحيوان، يعني هي هذا كمان بتستخدم كعلف حيواني. طبعاً البزر أنا حسب النتيجة اللي طلعت عنا إنه أهم من الخروب، أهم من الدبس، وأهم من البودرة. مع الأسف الشديد نحن لحد هلا ما قدرنا وصلنا له، نحن بس عم نصدره لبرا، نحن نطلع البزر بنفرزه بنصدره لبرا، هذا ما نشتغل عليه. الخروب بيظهر بفصل الربيع وبصير بفتره ايلول، هو فتره القطاف، بيكون اكتمل الحلو تبعه، في بس بصور القطاف تبعه كثير سهل، بمجرد ما نهز العمد بهر الخروب 90%. بيلملموا هالخروب وبيحوشوه بشمسوه 10 15 يوم وبيجيبوه على معصرة الخروب، معصرة بتجرشه وبتخليه ل 30 لل 40 يوم ليروح الرطوبة اللي عايشة فيه، بصير يسوى لنقع بالماي ويستخلص منه الماي اللي بفوتها على الغلاية بتعمل دبس الخروب. نعمل 3 نمر، خشن ووسط وناعم. هاي التيغين من قاعد نحن فين من هوني، كل ساعتين بنفضي التيغار على التيغار وبنقيموا على الخلقين. بيرجعوا بينقعوا مرة تانية ومرة تالتة لحتى ما يعود في أي حاجة. بس ينتهي الحلوة تبعه بيشيلوه على التيغار. بيصنعوا الدبس فيه بس يبلش بده يغلي. قبل ما يغلي بيشيلوا الأشوي على الوجه، هي بتنكب، وهوديك البقية بيغلوهم بصيروا دبس. نحن بناخد عينة من الدبس بنحطها على الميزان لنشوف قد ايه بعد فيه رطوبة بقلب الدبس، ونحن لازم نشيله على حرارة 75 ماكسيموم. بعد ال 75 بصير في شعطة بالدبس لأنه بطل فيه رطوبة، هذه هي الحرارة المطلوبة. دبس الخروب الموجود بلبنان ما في مثله دبس خروب بأي دولة بالعالم. أنت عم تاكل مادة أورجانيك سكرياتها بسكرياتها والفايبر تبعها، أكيد قيمتها الغذائية عالية، سكر طبيعي أو عم تاخذه أنت شيء. الفايبر مهم جدا للمعدة، مقوي مغذي. دبس الخروب كله منفعة، كله منفعة، قد ما تاكل مربى. هلا لما انا بجيب 40 طن خروب وبشيل 20 طن دبس، هلا لو ما قال المنفع كان في بيعون، بتحط مرطان المربى بالواجهه هونيك يبيع السنه، ما كان له منفع ولا في مثل طعمته. نزرعها بذره بترجع تطلع بريه، هي بدنا نرجع نطعم لها بعمليه التطعيم، عاده التطعيم بالرقعه، بعد ثلث سنه ببلش تعطينا ثمار. وفي اصناف جدا من اصناف الخروب، نحن المزروع عندنا بالمنطقه هون والصف المقدسي بسموه، بيجي صغير قرنه صغير بس نسبه الفايبر فيه كبيره، وهذا بتساوي نسبه السكريات فيه عاليه. هذه الشجره جويه، هذا القلم ها بهالشكل بنحطها هيك، هذا اسمه التطعيم. بدنا نشد عليها اول شيء لحتى لي تنزل تبلغ على العظم اللي نزلت عليه. هذه الريحه 15 يوم
بنفك الربطة تعولها فترة شهر شهرين بتصير بقد هذي بهالشكل، معناتها صارت شجرة خروب أحلى من البقلاوة وأبدرش وأكل عربي مش ليخلو شيء من خروب ومن غليل وزميل مش ليخلو سكر ولا شيء. شبرك شهر شجرة الكريمة اللي بشوف حلق شو الخروب اليابس بقول لك بيطلع الدبس منه. هاي شجرة الخروب الله مبارك فيها عمي.